سي كمال، كما شفت المشهد انتخابات ينقلنا مباشرة الوضع تقريبا قريب من اللي قاعدين نعيشوه، رغم ان المسرحية ما هيش متاع توك، مسرحية كلام الليل، لكن يقعد ديما المسرح عنده راهنية. صحيح. أنا أحيانا الموضوع يطرق عنده 10 سنين، لكن تبقى الموضوع ديما عنده حضور في الوضع اللي يعيشه الإنسان. هل يرجع ذلك لتأثر النص بالوضع هذاك، وإلا يرجع الخيال المبدع؟ وهذاك هو اللي يميز الفنان، فهمتني، على سائر الناس. سائر الناس، انه قوة الخيال متاعه والاسبريت سانتيز اللي عنده، فهمتني، وربط الامور ببعضها، فهمت كيفاش يربط الامور ببعضها الفنان. ما يبدا الفكر متاعه موش مشتت، فهمتني، عنده رؤية شاملة عنده معناها. مخزون، عنده مخزون معرفي، ومخزون متاع صور، ومخزون متاع يعني سلوك، ومخزون متاع علاقات في المجتمع اللي يعيش فيه، وبصفة عامة في الدنيا، لأنه الفنان هو راهو ينطلق ساعات من البلد اللي عايش فيه، من المحيط اللي يعيش فيه، بور اتاندر لومان، معناتها الإنساني. الانساني، فهمت. هذاك هو الديمونسيون، عنده رحابه الفكر، عنده رحابه الرؤيه، فهمتني، معناها ما يبقاش في المستوى اللي انطلق منه، لا وما ديما يعاد يعطيك كوني صحه، معناها. ما هوش في علاقه يوميه بالواقع بركه، فهمتني، هو في علاقه تاريخيه، وفي علاقه حسيه، وفي علاقه فلسفيه، وفي علاقه يعني وجوديه، فهمتني، لا بالحياه. هذاك علاش نظرته تبدا نظره، فهمتني، بعيده، استشرافية تجي بنقولوا. استشرافيه ساعات، فهمتني، تلقاها برشا فنانين كما تو في المسرح بصفه عامه. يا اخي بالله، شنو الجديد اللي قاعدين نقولوا فيه على الانسانيه؟ كل شيء يتقال في الانسانيه، فهمتني، لكن على ثم اللي أوضاع قالوا جديدة، سوفوكل، لكن أوضاع واللي قالوا شكسبير على السلطه، في مفهوم السلطه، فهمتني، واللي قالوا موليير، فهمتني، واللي قالوا بيكات، واللي قالوا فهمتني، شنو كل شيء يتقال. هو توا هي نعيشوا في زمان، انه كيفاش تقول الامور، لو كومون عنده قيمه كبيره. معناها الوضع البشري هاي تقريبا يكاد يكون هو نفسه. هو نفسه، هو في بي 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 بطرق اخرى مختلفه، باشكال اخرى، فهمتني، لك علاش التعبيرات عنه مش تكون بأشكال مختلفة. باشكال مختلفه بطبيعه الحال. انت وسلوكك اليوم، انت وعلاقاتك اليوم، انت والطقس اللي تعيش فيه اليوم، فهمتني، ما هوش نفس الطقس، فهمتني. اليوم نعيشه في الانسان يعيش في مشاكل نتاع انفيرونمون، اليوم نتاع بيئه، فهمت، اللي قاعده تاثر على يعني على نفسيه الناس الكل، الناس وعلى علاقاتها، وعلى صحتها، وعلى مزاجها زاد، فهمتني. كلام الليل هو مش كلام ليل، هاي معناها تقريبا كلام نهار إذا كان نعطيه المضمون متاعه هاي الواقع اللي عاشه الإنسان. فشنو الرسالة اللي يحملها الكلام هذايا والرمزية وقت اللي يخليوها في الليل، رغم اللي مش مطالب الفنان باش يفسر هالرمزية هذه، هاي لكن رؤية الفنان كمال التواتي لكلام الليل من خارج الآن المسرحية، هو قاعد يراه في المسرحية. هو والله كلام الليل جات كمنعرج جديد في المسرح التونسي، معناتها ما كناش قبل، النوعية ما كانتش موجودة قبل، موجودة فهمتني، بتاع كلام الليل. احنا المجموعة كي تقابلنا في فضاء التياترو، وقتها مازال جديد في فضاء التياترو، قعدنا نلوجوا في فورمول، فهمتني، لا في طريقة تعبير معناتها جديدة، جديدة مختلفة. فهمتني، لا مختلفة إلى آخره. وسي توفيق جبالي تبارك الله عليه، معناتها كاتب ممتاز، كاتب معناتها مسرحي ممتاز، وعنده قلم محلو، فهمتني. تقابلنا هو وانا وسي محمود الارناوت وراف بن عمر وايمان السماوي، فهمتني، وبرشا اخرين، فهمتني، لا تتعاملوا معنا بصفه متقطعه، فهمتني. قمنا بهالمشروع هذايا اللي هو مقام على يعني الفكرة، على نسج الفكرة، كيفاش تنسج
فكره كيفاش تنزج علاقه فهمتني بطريقه جديده فهمتني. وخدمنا على اللغه المسرحيه فهمتني كلغه جديده فهمتني كيفاش، بشخصيات جديده، بعلاقات جديده مع الجمهور زاد فهمت كيفاش. مع انه المضمون كان معناها مضمون قوي ياسر، والمضمون قوي وقوي وذكي، ولو نحكيه وقتها في ظروف فهمتي لا مختلفة عن اللي نعيشوه توا، لا كنا نعيش في ظروف صعيبة إلى آخره، لكن نجمنا بك خاطر علاش قلت لك طريقة المسرح والفن راهو طريقة قبل كل شيء فهمت كيفاش. وصلنا قلنا كلام معناتها خطير على مستوى معناتها الأهمية فهمت كيفاش في الوقت هذاك، وتعدى معناتها الكلام هذاك، وكان يعني فما قبول كبير من الناس وقات رواج. انا قلت وقات رواج وعملت يعني وخلات البصمه نتاعها الى الان، والعباد كي تتفرج اليوم في كلام الليل تقولش عليه تحكي على توا فهمتني. علاش قلت لك عندها رهينيه معناها طبعا عباره رغم تعملت قبل في السابق لكن توا نقاو عندها حضور وعندها صدى. علاش قول قايل علاش؟ على خاطر جوستومون الفنان عندك النظره الانسانيه فهمتي لا والترابطية بين 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 حقبات التاريخ وبين يعني التطور التاريخي متاع الأشياء ومتاع المجتمعات ومتاع النفسيات ومتاع الوضعيات إلى آخره فهمتي. عنده هالربط هذايا وعنده الاسبريت سانتيز فهمت. لك علاش الصورة جيت تجي تقول أنت قلت شاملة معناها متكاملة حول الوضع من جميع الجوانب. هذا ما سينقلنا مباشرة إلى حديث السياسة. سي كمال، الفنان تحديدا اليوم في الظرف اللي نعيشوه يتأثرش بالتجاذبات السياسية؟ مش الفنان، التجاذبات السياسية معناتها يعيشها المجتمع الكل. أنا معناتها وقت اللي نعيش في الظروف السياسية الحالية نعيش زادة كمواطن، أنا حاجتي أنا جو ريكلام للسيتويانتي متاعي قبل كل شيء فهمت، قبل ما نكون فنان انا مواطن تونسي فهمت. معناتها هوني المواطن هو اللي متاثر قبل كل شيء. معناها ما نحكيوش على الفنان مع كمال التواتي، نحكيو على المواطن في اطار الحياه السياسيه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو. بطبيعه الحال هو الحياه السياسيه اليوم، ما يقول لك المثل انا اليوم الحياه السياسيه كما نشوفوا فيها الناس كلها واللي امام اعيننا، يقول القائل كما تكون ويولى عليكم فهمتني. هذا معناتها الوضع اليوم فهمتي، كما انا نتحاسب كفنان وقت اللي معناتها ننجح ولا كي نعمل خيبه ولا نعمل فهمتي لا فشل اتسيتيرا نتحاسب، رجل السياسه زاد يتحاسب فهمتني. اليوم من المشاكل الكبيره اللي موجوده اليوم انه ماناش قاعدين نمارسوا في السياسه من غير يعني اعتبار التوقيت، من غير اعتبار الوقت، لو تايمينغ خارج الزمن معنا. لا لو تايمينغ اليوم حتى حد ما وفايق اللي اليوم فهمتني. لا المشكله معنا حتى احترام للوقت فهمتني. معناتها اليوم قاعدين نحكيه في حكايات حق راهي تفضلت عندها مشكله اليوم، خاطر العالم بيدو كان تشوف العالم كيفاش يصير تويكا في تسارع كبير العالم، كل سكوندة فما حدث. أنا قاعدين نخسروا في الوقت أكثر كل من كل دقيقة اليوم، ما عادش متحنا اليوم باش نقعدوا هكايا مرتاحين ونتحاوروا. طلع في الدروج، ها وهبط من الدروج، ها وسلم عليه، ها وحط ملف تحت منه، ها واستوى ما عادش اليوم فما يعني اليوم يلزمنا نلقاو طرق معناتها جديدة في التعامل ونكونوا بواقعية أكثر وباحترام الوقت أكثر وباحترام الناس ومستقبل الناس اليوم. خاطر الوقت هذا اللي قاعد يضيع على حساب شكون؟ بطبيعة الحال على حساب شكون قاعد يضيع؟ يعني قاعد يضيع على حساب المجتمع بطبيعة الحال على حساب المواطن. دونك اليوم يلزم حساب آخر ونظرة أخرى، خاطر احنا روزمون توا احنا بلادنا احنا كي تعيش المشكل هذايا ولربما تزيد تغرق فيه أكثر. معناتها احنا محظوظين انه بلادنا صغيره وعدد سكانها صغير وما تنجم يعني تلحق تقول انت في بعض في عام في عامين في بعض الاشهر
تنجم ترقى السوف نتاعها من اول جديد اما لكن علاش كنا نجم نكونوا في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي أفضل. وثقافي افضل عليه ضيعنا هالوقت كله هذا كله ضيعناه الوقت هذا فهمت في المقابلات والجدل والنقاشات والحوارات هو تفاهم الناس ها نقول لك فما اليوم فما حوار نتاع طرشان الناس ما يستسمع في بعضها فهمتني وما يحبوش يعرفوا بعضهم بالضبط وفما ازمه نتاع ثقه فما حوار طرشان ديالوج دوسور وفما انعدام الثقه اذا عدمت الثقه فهمتني برا قول اللي تحب انت واحكي لي ونجتمعوا من هنا للصباح كي نروح فهمتني كلامك الكل نحطه في السله فهمتني ومن غدوك نعاودوا من السجن نعاودوا من الاول جديد وهلو ما جرى والوضع قاعد ضايع ياك علاش جبدت على الوقت انت قلت فماش اعتبار الوقت التايمينغ لا اليوم العالم الكل مقام على التايمينغ على الوقت التوقيت واحنا ما احناش عاطين اهميه كل سكونده بحسابها هكا تشوف العالم كيفاش قاعد يتطور سي كمال هنا مش تنقلني لعلاقه الفن بالسياسه كيفاش ترى علاقة الفن بالسياسة؟ مع العلم وأن سألنا بعض الفنانين حول العلاقة الممكنة بين الفن والسياسة فكانت الإجابة متاحهم على النحو التالي نسمعوها ثم نواصلوا هل هناك علاقة بين الفن والسياسة؟ والله بيان سور معناها ما تنجمش معناها تكون معناها تخدم في الفن ومعناها ما تبداش أقل شيء ملم متبع أمانة ننصح معناها أنا من رأيي أنا تو مثلا عمري برسك 60 سنة السياسة عمري ما دخلت فيها لعبة السياسة نتبعها وديما نقول لهم في برشا انترفيوات في برشا نقول لهم حبوها البلاد هذه رحلة شوية رحلة ما احناش برشا نحبوا بعضنا فهمني ولا ونوصلوا معناها منا خليوا هذاك وخليوا مصلحة البلاد هي الكل فهمت اما راهو سيسير ثم لازم يكون ثم ارتباط وثم اقل شيء معناها تبدا تتبع اذا كان ما ثماش معناها اما من المستحسن الواحد يكون السياسة ما تدخلش فيها كيما الدين يلزم الدين وحده والسياسة وحدها فما علاقة فما وما فماش معناتها تنجم كيما تنجم توجدها العلاقة كيما تنجم تيفيتيها سي نورمال بالطبيعة فما علاقة خاطر ما يجم حتى فنان يكمل المشروع نتاعو الفني الا من خلال السياسه الموجوده اللي في البلاد ديما فما علاقه لانه حتى المسرح وقت اللي توجد من منذ القديم ارتبط بالسياسه ارتبط سواء في علاقه في التنافر او في علاقه زاد يتربى في احضان السياسه عاده ديما السياسيين يحاولوا انهم يقولوا احنا يحتكروا السياسيين او يحاولوا انه يوظفوهم انه يستغلوهم يحاولوا ان ديما الوضعيه موجوده في الهكا وفي هكا الفن والسياسه يتاثروا ببعضهم من المفروض يتاثروا ببعضهم اما تو السياسه مش حابه تتاثر بحد شيء الفن يتاثر بكل شيء موجود في الدنيا هذه في خاطر هو مبني على الواقع والواقع مادام فيه الجوانب الكل باش الفن يتاثر بهم بطبيعه الحال اذا كان الممثل ما عندوش اتجاه فكري وما عندوش ما يعملش ايديولوجيا معينه في مخه ما يجمش يكون ممثل ما يجمش كيما الرسام كيما الشاعر كيما كل معناه نورمالمون يلزم عنده علاقه وطيده بالسياسه ويلزم هو معناه هو واقف جندي معناها للاشياء اللي يحس اللي ما تخدمش مصالح المجتمع ولا مصالح البلاد الفن هو معناها المرايه نتاع البلاد البرا لكن في تونس الفن هو معناها نقد للسياسه ونقد للحياه الاجتماعيه ككل ونقد للمواطن موجودة العلاقة بين الفن والسياسة الفن هو يفضح ويشهر بما هو موجود على الساحة السياسية من تجاوزات وإخلالات بطريقة فنية وهزلية وكاريكاتيرية في بعض الحالات هذا ما يحث السياسي على إصلاح بعض الأخطاء الذي لا يراها في نفسه إذن الفن هو مرآة السياسي في بالي تكون علاقة مش سطحية خطر إذا كان الممثل معناتها تسيس ما عادش مش هو اللي صادق في الفن نتاعو سي كمال كيفاش ترى علاقة الفن بالسياسة؟ تشوفوا أنه ثم شكون اعتبر ماذا به الفنان يبقى بعيد على السياسة؟ هذا ما يمنعوش من أنه يتحدث على السياسة. ثم شكون يعتبر أنه الفن انشأ في رحم السياسة؟ والله شوف بصراحة باش نجاوبك اللي أنا نظرتي أبعد شوية من المسألة، أنا كفنان علاقتي بالحياة فهمتني؟ اللي تشمل السياسة بالضرورة ما عنديش علاقة
هكا مباشرة أنا بالسياسة، فهمتني كيفاش؟ السياسة فرض روحها على الناس كل بطبيعة الحال، خاطر هي السياسة المهمة الأساسية متاعها جات باش تنظم حياة الإنسان، باش تحافظ على القوانين، باش تحافظ على المجتمع بصفة عامة إلى آخره، فهمتني؟ هي نظام، كيفاش تنظم المجتمع، هذه هي السياسة بطرق يعني يتفق عليها عبر الدستور وعبر قوانين متاع البلاد إلى آخره، فهمتني؟ لكن هذايا معناتها الجانب من الحياة. أنا اللي يهمني كفنان أولا وبالذات هو الإنسان، الإنسان قطع النظر على أنه سياسي ولا اقتصادي ولا ما يهمنيش، فيه المفيد الإنسان، المفيد إنه الإنسان. إذا أنا فهمتنا لا رقيت أنه من نهار من نهارات من واجبي وإلا الموضوع اللي حلمت به يفرض أنه باش نتكلم على السياسة، نتكلم على السياسة. وهذا شو عملت في دار الوزير، فهمتني؟ ليه إلى حد ما معناها اجتماعي سياسي، معناها ثم الجانب السياسي موجود، معناها فهمتني مرتبط بالحياة ولو السياسة زاد هي بيتها، هذا هو العلاقة. ولو السياسة هي بيتها زاد هي عندها يعني الوزن متاعها وقيمتها تلقاها معناتها في الحياة بصفة عامة. وقت اللي يحتاج سي كمال، عفوا نقص عليك، وقت اللي يحتاج الوضع السياسي التدخل الفنان، ايش معناه تدخل الفنان؟ معناها الخطاب من شأنه أنه ينقد، من شأنه أنه ينبه، من شأنه أنه يفطن الناس. كيفاش ممكن يتعامل أو يتعاطى الفنان مع الوضع؟ لا الفنان هو من قلت لك أنا قلت لك سي زهير أنه الفنان هو مواطن قبل كل شيء. إذا المواطن فهمتني يرى أنه يزمو يدخل في السياسة، فهمتني؟ المواطن الفنان يلزمو باش يدخل في السياسه ولا عنده راي في السياسه ولا يسونجاج دون لا بوليتيك، فهمتني؟ بصفه مباشره بطبيعه الحال هو حر، فهمتني؟ شأنه شأن اي مواطن اخر بطبيعه الحال ينجم يكون الفنان، فهمتني؟ لا عنده علاقه بالسياسه، يعطي راي ويعطي. وفي العالم الكل فما برشا فنانين عندهم معناتها اتجاهات وديولوجيات معينه، فهمتني؟ ودخلوا في السياسه معناتها. وقضيه الانتماء سي كمال، الانتماء السياسي. نعم. والله شو الانتماء السياسي معناتها الانسان الفنان حسب رأي انا ما يلزمش يكون عنده انتماء سياسي. علاش؟ باش ما يكونش بوق الناس معينين، فهمتني؟ باش يكون هو نتاج نتاع مجتمع كامل، ماهوش نتاج نتاع ايديولوجيا معينه والا نتاج نتاع فكر معين والا، فهمت؟ ماشي هذا خاطر يقلل له من الحريه نتاعه، فهمتني؟ وهذا اللي عبرت عليه منذ قليل. واذا الفنان يولي فهمتي لا يولي معناتها مكتف مقيد، مقيد في اتجاه معين وكذا، الابداع نتاعه باش يتمس تحب ولا تكره معناتها. معناها الفنان هو يعبر عن المجتمع الكل. لا ويولي تعرف شنو هو اللي اخطر من هذا الكل؟ يولي يخدم سير كوموند تحت الطلب. اي من غير ما يشعر هو يولي يخدم سير كوموند، فهمتني؟ دونك هذايا وهذايا خطر كبير. ينجم يدخل في السياسه كمواطن كما قلت لك قبيله، واضح. كمواطن الفنان اللي مثلا يحب يعطي رايه في وضع سياسي ولا يعطي وضع فهمتي في تمشي معين سياسي ولا له الحق بطبيعه الحال الفنان، معناتها علاش لا؟ هنا تصديقا لكلامك فقط تعقيب على هالنص القصير اقتطفته في واقع الامر من عند الكاتب سعد الله والنوس. ايوه. يقول كل مسرح هو بالنهايه مسرح سياسي، والمهم اية سياسه يختمها هذا النص المسرحي او ذاك باتجاه تكريس الوضع القائم او باتجاه التغيير لمصلحه التقدم الاجتماعي. هذه نظره معناتها سعد الله والنوس الله يرحمه، هذه نظره هو يعمل معناتها هو سياسي ومسرحي، النصوص نتاعو سياسيه، فهمتي؟ لا بال بال بالاساس الدرجه الاولى، فهمتني؟ وهذه نظره سعد الله والنوس، فهمتني؟ هذه اتجاه نتاعو هو حر فيه، معناها في اتجاه انه بالنسبه ليه الفن يتجه صوب الاسهام في تغيير المجتمع، في تحقيق التطور نتاعو على الصعيد اللي يمكنه من انه ممكن يكون هو قائد للمشهد السياسي بشكل عام.
لا انا مره شك انا نعرف مليح سعد الله ونوس الله يرحمه، كان صاحبنا وكان كاتب ممتاز في الشيء اللي يعمل فيه، انسان محترم برشا في 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 العالم العربي. لكن انا معناتها الانسان لبسيط اللي قدامك معناتها راى انه الفنان هو اللي يقترح حلم على الاخر، فهمتني، يقترح سفرة عبر الزمان والمكان، يقترح خرافة، فهمتني لا، وفي وسط الخرافة هذيك فما دلالات تكون مختلفة معناتها، فهمتني، ما عندها ماهوش بشرطه، فهمتني لا، تكون ذات اتجاه سياسي صرف، فهمتني لا، هكا متجهة للسياسة بصفة كاملة وشاملة، فهمتني. انا جكروز في الانسان بيدو معناتها، فهمتني، في كينونته، في تطوره، في نفسيته، في علاقاته بالاخرين، الى فهمتني. وهكاك نحب ولا نكره احنا نمسوا السياسه بطريقه معناتها غير مباشره، فهمتني كيفاش؟ معناها اذا فهمت انه ما نخليوش السياسه تحمل كل شيء. تحمل كل شيء. كما قاعده تو اليوم قاعده تحمل في كل شيء السياسه. تحمل في كل شيء، هذا كل شيء السياسه، وهذا حسب رايي انا، فهمتني. لا بون اليوم ما نجمش واحد زاد قال الاخر يغيب على الساحه ويحسب روحه ما في بالوش. ماهوش هذا الموضوع، هذا مش هذا اللي نحب نقوله، بالعكس، فهمتني. الانسان اليوم يلزم يتاثر بالوقت اللي هو فيه، يكون مواكب، اما من غير حسب رايي انا ما يزيغ على مهمته الاساسيه كفنان، فهمتني كيفاش؟ معناها يخدم في الاتجاه اللي قاعد يخدم فيه من غير ما يكون مقطوع الصله باللي قاعد يحدث. بطبيعه الحال ما كانش يكون الخطاب نتاعو هو والخطاب السياسي كيف. وانا واحد من الناس مراش اني خطابي، فهمتني لا، كما الخطاب السياسي، انا خطابي شيء اخر، ولو النجم نحكي على السياسه بطريقتي الخاصه معناتها كفنان. سي كمال، نجيو توا تقريبا للسؤال الاخير في هذا الركن. ننتظر اعمال جديده سي كمال التواتي، خاصه انه الناس تسال على المسرح، معناها على اساس انه التلفزيون عندك المشاهدين نتاعك وينتظروا في اعمالك التلفزيونيه، لكن في نفس الوقت ثم ناس تستنى في كمال التواتي على خشبه المسرح. والله انا معناتها ماك تعرف كفنان عندي مراحل نمر بهم، فهمتني. جات فتره من 2003 الى 2011، فهمتي، انه التلفزه تجاربي تلفزيه كثرت وقتها، فهمتني، من عند عزيز للوتيل، لشوف لي حل، دار الخلاعه، الدار الوزير، العمل الاخراني، وقبله هو تجارب اخرى زاد قمت بها، فهمتني. لكن اونتر تون قعدت يعني نراوح معناتها بمسرحيات يعني من نوع المونودراما كما احنا هكا، والعمل الاخراني نتاعي، فهمتني لا، وتويكا قاعد نحضر ان شاء الله في عمل جديد من نوع المونودراما زاده اسمه انعاش، فهمتني، انعاش، فهمتني، ان زوز كنت عاش، ري انيماسيون، فهمتني. توا في البروفات الاخرانيين تاع العمل هذايا، ان شاء الله نهار 9 اكتوبر نعمل العرض الاول في المسرح البلدي بالعاصمه، نهار 9 و10 اكتوبر المقبل في المسرح البلدي بالعاصمه على الساعه 7 ونص. باش تدخل المناطق الداخليه؟ طبعا عندي عروض ومقترحين عليا عروض في داخل الجمهوريه، فهمتني، وان شاء الله المسرحيه هذه تنال اعجاب الناس. معناها نستناوك في صفاقس، تجينا في صفاقس ان شاء الله، هذيك لازم عاد صفاقس قال الاخر المحطه يعني التاريخيه بتاعنا، معناتها ما عندناش يعني صفاقس ديما لا دوزيام فيل، فهمتني. وساعات قدمت اعمال اول مره في صفاقس تعدينا بهم في توا مده كبيره، فهمتني. سي كمال، هنا في الاطار هذا بالذات انعاش، انعاش معناها هي يفهم منها كاينه ثم سؤال، هذا اذا كان عاش
ويفهم منها حاجه اخرى معناها انعاش لا ريانيماسيون انعاش حاجه فهمتي لا هي بصدد يمكن تلف ولا بصدد يعني قاعدين يحقوا عليها الحوق معناها اي فهمتني احياء حاجه من جديد ولا محاوله احياء حاجه وهذاك علاش هو في حد ذاته العنوان عنده رمزيه بطبيعه الحال ونتصور انه في علاقه بالراهن باللي قاعدين نعيشوه في حياتنا في مجتمعنا في علاقاتنا الى غير ذلك بطبيعه الحال وهذا اللي يعودنا به الفن معناها فيه معناها المسرح يكمل تويتي يعودنا انه ياخذ الصور من اللي قاعدين نعيشوه وينقلها للمسرح بالشكل هذايا لكن بشكل مقبول ونقدي ويضحك الى غير ذلك ان شاء الله ان شاء الله انا من الاتيكات نتاع الضحك ولا درامي ولا كذا انا عمري ما انا ما نمنش بها الاتيكات هذه انا ديما نقول لهم انا كفنان مسرحي نقول لهم نشبه للحياه فقط معناتها انا انسان يعني اذا وضعيه تفرض الضحك للناس وضحك الناس مرحبا اذا فرضت الانتباه والاستماع فهمتني لا وناس تبعك وتبدا كونسونتري معاك في 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 عالم اخر وبنفسيه اخرى زاد كيف معناتها انا ومع ذلك حتى اذا كان اصريت انت فانك تصنع الضحكه معناها تصنعها انت قلت لا هذا بشهاده العديدين معناها هذا انت قلت مع يعني مع انا مع احترامي للطريقه هذه نتاع الضحك الامور معناتها لان زاد نحبذوا برشا فهمتني ويتماشى مع طبعي يتماشى مع مزاجي كشخص يتماشى فهمتني وهل يخفى سليمان الابيض معناها على الساحه بالنسبه لاغلب الناس خاطر تقريبا سليمان الابيض نقول اشياء خطيره برشا واشياء يعني محرجه واشياء عاجله يعني بطريقه يعني هزليه معناها فهمتني اذا سي كمال ناتي الى الركن الاخير وهو فضل. سؤال للضيف تفضل سيدي سي كمان وقتاش ترجع للمسرح وقتاش تعملنا مسرحيه كوميديه ترجعنا للايامات قبل معناتها الكوميديا القديمه والجو القديم هذاك انا عمري ما نمخر بالتوالي فهمتني باش نرجع للقديم انا ماذا بيا نقدم بطبيعه الحال بالمخزون نتاعي القديم معناتها المخزون الواحد ما ينساهش فهمتني يبني عليه ويتقدم وانا وقتاش نرجع انا ما مشيتش باش نرجع انا باقي في انا باقي في الركح وما غادرتش الركح ما صفرتش ما صفرتش البرة باش لا ما صفرتش باقي متواجد كملت يا عجبني المسرح نحب نقول واش تعمل في دار الوزير اش نعمل في دار الوزير في دار الوزير وزير في داره شو اش نعمل فهمت وانا نقول لي اش تعمل معناتها في العمل هذاك اللي يعتبره هو لربما رديء ها استعمل في دار الوزير معناتها يقول كانه هو عمل دون المستوى وانا كملت واتي ايش نعمل في هذا حسب ما فهمت هو هذا شو يقصد هو ربما ما نقول لي شو يقصد هو ربما هذا قصد من المقاصد الموجوده لكن ايش تعمل في دار الوزير بالمقارنه ممكن ما اشوف لي حل والا انا ايش نعمل في دار الوزير معناتها انا زاد نخلوض في دار الوزير اش تعمل في دار الوزير ما فهمناكش اش تعمل معناتها انا احنا ما فهمناش السؤال في نهايه المطاف لا ما حاولت نفهم الشيء هذا فهمت كيفاش هو على كل حال حر في 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 تفكيره وتفكيره محترم اذا العمل هذا ما عجبوش فهمتي لا ولا يعتبرني انا يعني ما قمتش بمهمتي على احسن ما يرام فهمتني هذا فكره محترم معناتها انا مانيش نعمل يعني في كما قلت لك معناتها انا كفنان قابل للنجاح والنجاح الكبير والنجاح لاقل قيمه وكما قابل انه في فتره من الفترات انه نفشل معناتها ولو انه ما وصلش المستوى هكا لحد التصريح انه ثم ولا حتى التلميح بالفشل لكن على خاطر كمال تواتي بالنسبه ليهم قامه ورد على لسانه معناها قامه من القامات هو اسمع هو راهو شوف هو كي تغزر له الفنان ولا تغزر الكاتب و مسرحي ولا رومانسي ولا اي انسان مبدع تغزر له راهو على اجماليه المسار نتاعو راهو فهمتني وما ثماش حد في الدنيا ما يعملش الهبطات هذيك العثرات وبعد المهم انه كي يعثر
يعرف كيفاش يقوم، هذا هو اللي أهم من كل شيء. كمال صاحبي ما تخدمناش برشا مع بعضنا، ما مرة ولا اثنين تقابلنا، في ديجا مرة خدمت معه وقت عملت ضيف شرف يشوف لي حل، عملت حلقة حلوة برشا فهمني، ومرة حاجة قديمة ياسر نقول له يعطيك الصحة واصل وحافظ على صحته، خاطر آخر مرة وقت تعب شوية واحد وكل شيء فهمني، معناها كمال معناها ممثل كفء وعنده وزنه وربي عينه. صديقي محمد اليانجي نبلغ له السلام مباشرة، راجل طيب ياسر وممثل معناتها مختلف في 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 شكله وفي نبرة الصوت متاعه فهمتني، ونوعية محمد اليانجي ناقصة برشا في تونس، في كي تجي تعمل كاستينج ما تلقاش برشا ناس كي محمد اليانجي هكاك في الأدوار متاعه، وأنا بالمناسبة نحييه. سي كمال تواتي ممثل كبير وقدير ونحترمه العباد الكل، أما كماذا بيا كان نرى في بيرسوناج أخرى بعيدة عن اللي يمثلهم الكل، ماذا بيا نرى كالإنسان الريفي كالبيرسوناج نرى معناتها يقدها ولا يعملش بروجي الأماتير هكا، يقوم بحاجة بصفته هو معناتها فنان كبير، يلم داك الاماتير الطالعين ويعمل بهم بروجي بصفته بخبرته وكاريره السمع. علاش لا معناتها علاش لا بو معناتها اذا يقتضي الامر نهار من نهارات باش نمثل دور الريفي علاش لا، ولو مثلت في الكريته انا دور الريفي انا وممثل الكبير لمين النهدي وحاتب اللكحل وفرج كعليش والمنجي العوني اللي نحييهم الكل بالمناسبه هذه، اصدقائي معناتها منذ الـ يعني الشباب فهمت، مثلت دور الريفي اذا اقتضى الامر باش نمثل دور الريفي علاش لا. كمال تويتي يعتبر من احسن الممثلين اللي عندنا، وانا تبعته من المسرح من بدايته مع فضل الجعايبي في مسرحيه العويده اللي كانت بالنسبه ليه اهم مسرحيات اللي انا تفرجت عليها. نقول انه يكمل في نفس، يحاول يختار اكثر النصوص اللي يخدمها، يحاول انه يلقى حاجات اخرين وثنيه اخرى، وبالنسبه لي يبقى كمال من الناس اللي ضحكني واللي بالحق ممثل جيد جدا اعتبر. نحب نقول له كمال انك لقيت شي حاجه نص اللي جديد اللي يحاول انك يعطيك شكل اخر ويحاول نشوفوك في وجه اخر. وجه اخر ما وصلناش باش نقول ولا لا يبدل علينا وجوه. شوف المسار هو راه مازال طويل المسار، معناتها قد الانسان ما يعمل في الفن وكأنه يعاود في المشوار من اول جديد، راه هذا ميدان رحب وواسع وبير ما يلقى فهمتني كيفاش. انا مازال عندي برشا طموح معناتها على كل حال، رغم يعني قدم التجربه نتاعي من المسرح المدرسي بديت سنه 71 في المسرح المدرسي ما شاء الله الى الان عصوب 42 سنه، لكن الطموح نتاعي قائم الذات كما بديت كما توا فهمت، ان شاء الله الافاق تزيد تتحل اكثر ونعرف ناس اخرين ونعرف كتاب اخرين ونعرف اصدقاء اخرين فنانين خاصة من الشباب الصاعد فهمتني، والبيبان الكل مفتوحة ومحلولة معناتها. كمان نعزو ياسر ونحبو ياسر ونقدرو ونعتبرو من مش من خيرة الممثلين فقط، بل في فترة ما كمال كان قدامه معناتها مش مستقبل اما امكانيات قويه ياسر على المسرح، لكن وقت المسرح حس به اللي هو ما ينجمش يعطيه اللي حاجته به من الدنيا، هو مال الى التلفزه صحيح اثر فيها بدل فيها حاجات نحى ياسر حاجات كانت متداولة وخلقنا منها، عمل شخصيات جديدة عمل حاجات جديدة، أما جوسكا ماتنو
Kamel, il n'a pas été bien utilisé comme comédien, surtout comme comédien, comme sensibilité extrême d'un grand comédien, Mizel Kamel. Malgré que nous إذا كان ياسر عبيد يقول لك في العالم العربي يضحكني عادل إمام وفي الدرشنوة وكذا، نجم نعتبره جيري لويز متاع تونس. نحبوا يجاوبني بصراحة، ما نحسش به يتفاعل بصفة إيجابية ياسر مع الممثلين اللي في النسق نتاعو، معناتها في النسق الهزلي نتاعو اللي يخدم معاهم، نحس به كانه ما فماش علاقه قويه ياسر خارج البلاتو. اسكو سي فري ولا لا؟ خاطر ما نحسش باللي كمال يعاون اللي معاه. والله خارج البلاتو صحيح، ما لكن عندي علاقات قويه ياسر بالممثلين داخل البلاتو، فهمتني؟ على غالب الامور هكاك خارج البلاتو، فهمتني؟ انسان انا شويه مسكر على روحي، تريف معناتها كما يقولوا، فهمت؟ علاقاتي ماهيش كبيره برشا، عندي بعض الاصدقاء في ميادين اخرى ما همش كثار. اما لكن المهم بالنسبه لي انا وقت اللي ندخل على الركح مع ممثلين اخرين ولا قدام الكاميرا تتكون بينا علاقه كبيره ياسر، وتنجم تسال معناتها الناس اللي نعدي معاهم 5 أشهر وست أشهر معناتها في مسلسل ولا عام باش نقدوا مسرحية إلى آخره، معناتها كأن عشنا مع بعضنا سنين وسنين وسنين، معناتها فهمت؟ والعلاقة بالنسبة لي أنا راهي ماهيش في الكثرة متاعها، أما لكن في قيمتها، فهمتني؟ أنا توا العلاقات اللي تكونت بيني وبين الممثلين وقت الشغل علاقات قوية ياسر، وتنجم تشدهم معناتها واحد واحد. كمال التواتي قام معناها فتح انا نتبع فيه مليو، كان في فرقه المغرب العربي مع فضل الجايبي ومع لمين نهدي، وبعد كي انتقل مع المرحوم الحبيب شبيل الله يرحمه، وبعد كي مشى المسرح الجديد، وبعد كي مشى للتياتر نتاع سي توفيق الجبالي. وما نجمش انا نعطي رايي في انا قامه كما خاطر انسان تبارك الله انا عنده تجربه قويه برشا وفكاهته وحدها، معناها بتحس عنده طابع خاص، معناها ممثل ممتاز ربي عينه وربي ان شاء الله يشده بصحة بدنه. ديرنير مو سمعت به مريض، نحب نقول له شنو احوال صحتك؟ قلت لها بروحك شويه خاطر مازلنا نسحقوك ومازلنا نحبوك تضحكنا ديما. بارك الله فيه على احساسه هذايا، معناتها نشكره، بارك الله فيه، معناتها الغالب الواحد بشر كما الناس الكل، معناتها يمرض فهمتني ويمر بفترات صعيبه في حياته. صحيح مريت بفتره يعني مرتين عام 2006 وعام 2011 بزوز فترات عندها صعيبه صحيا، فهمتني؟ مريت بازمات كبيره برشا، والحمد لله لاباس. ما يعني قدامك الحمد لله لاباس وقاعد ننشط، يعطيك الصحه ان شاء الله. هذاك حد الباس ليا والغيري ان شاء الله. نحبوا جديد، ملخص في رمضان يزمو يحضر لنا حاجه جديده. كون من عزم عندك كمال تواتي، عنده شيء جديد، عنده شيء اعمال جديده في رمضان الجاي، كون ان شاء الله تكون الاعمال طيبه. كون هو رمضان ربي يجيبه على خير ساق يحضر فيه. فما عباد يقول لك قبل كنا نعيش كل يوم ويومه، ها تو نعيش كل سكوندة سكوندة. لا معناتها ما تعرفش كل دقيقة ودقيقة ما تعرفش، فهمتني؟ ان شاء الله تو مازلنا كي خرجنا من رمضان الاخر، اذا عندي اقتراح معناتها يعجبني وسيناريو باهي، فهمتني؟ علاش لا؟ معناتها انا كممثل نخدم هذيك مهنتي، فهمتني؟ نحب نقدها على احسن ما يرام، وعندي برشا طموح، مازال عندي برشا طموح باش نتقدم بمهنتي هذه. هي ماهيش مهنه، ما نجمش نقول مهنه، تقول بالفن نتاعي، فهمتني؟ الى ابعد الحدود ان شاء الله. اذا سي كمال مشكور على هالحوار، يعيشك بارك الله. في زحمه انشغالك احنا خطفناك وقاعد تقوم ببروفات في كل وقت خويا العزيز، وتحياتي ليك والمجموعه ليكيب كلها، فهمتني؟ الشباب هذا الكل بارك الله. وتحية بطبيعة الحال للقناة، قناة القلم ككل. إذن بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين، هكذا نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة التي استضفنا فيها الفنان القدير كمال التواتي. على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله.